للإضاءة أكثر على أثر وقف العمل بقانون الدفاع على منظومة العمل، ينضم إلينا عبر زوم مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمي. أهلا بك سيد حمادة. يا هلا، شرفتوني. سيدي، قرار وقف العمل بقانون الدفاع جاء دون توجيه رسائل تطمينية من الجهات المعنية حول حقوق العاملين بكافة العقود، كيف تقرأ الواقع اليوم ودور وزارة العمل؟ شكرا لكم. يمكن هاي النقطة المهمة المفصلية في ما يتعلق بالانتقال من تطبيق أوامر الدفاع إلى تطبيق القانون، ولازم نعرف أنه الأردن لديها قانون عمل ساري المفعول منذ عام 1960، لدينا قوانين تغطي كافة جوانب، وموضوع الفصل من العمل وإنهاء الخدمة الذي يخشى من أن يتفاقم خلال هذه الفترة موضوع يعني واضح في قانون العمل، وهناك قواعد راسخة منذ سنوات منصوص عليها في ذلك القانون. وبالتالي كان يفترض من الحكومة بمجرد إعلان وقف العمل بقانون الدفاع أن تعلن للأطراف جميعها إلى القواعد المتعارف عليها في قانون العمل حول موضوع إنهاء الخدمات والفصل التعسفي، لأنه بدأت الأقاويل منذ اللحظة الأولى من بعض الناس بأنه الآن أصبح صاحب العمل بحل من أمره بإمكانه ينهي خدمات أي عامل بمجرد توجيه. نعم، ولكن أستاذي يعني هل يعني الموظفين، هل الذي يحميهم فقط قانون دفاع؟ يعني في وزارة العمل ليس هناك قوانين تحمي العمال؟ لا، هذا ما قصدته وذكرته أنا قبل قليل، بأنه لدينا قانون عمل موجود قبل قانون الدفاع وفيه قواعد راسخة تحمي العاملين من التعسف في الفصل وإنهاء الخدمة. لدينا قانون ينص على أنه لا يجوز إنهاء خدمات أي عامل إلا لأسباب قانونية، ووردت في عدد من المواد، من أهمها مادة معروفة باسم رقمها 128، تتحدث عن صلاحية صاحب العمل بينها خدمات العامل بسبب مخالفات حددت أنواعها بتسع حالات. وهناك شكل آخر أو سبب آخر لإنهاء الخدمات، وهو انتهاء العقد بذاته إذا كان عقد محدود المدة. وهناك عامل سبب آخر، وهو البلوغ العامل سن تقاعد الشيخوخة حسب قانون الضمان الاجتماعي. نعم. طبعا نقصد الشيخوخة وليس التقاعد المبكر. سيدي، هذه الحالات وردت في قانون العمل بشكل صريح ومضبوط، بحيث أنه لا يمكن مخالفتها، وإذا خالفها صاحب العمل فيفرض عليه تعويض العامل من خلال المحكمة بالتعويض عن الفصل التعسفي، إضافة لذلك أو إعادته إلى العمل إذا قررت المحكمة ذلك. نعم سيد حمادة، هل برأيك قانون العمل اليوم بحاجة لتعديل لتعزيز حقوق وحماية العاملين؟ يعني على الأقل بالنصوص الموجودة حاليا لدينا نصوص كافية وصريحة، ويعني ولكن يجب أن يتم توعية أصحاب العمل بها والعمال أيضا حتى يتم التعامل معها بأريحية، خاصة بعد الانقطاع الذي خاصة في هذا الموضوع، في موضوع الفصل من العمل، بعد الانقطاع اللي مضى عليه سنوات أثناء تطبيق قانون الدفاع صار من الضرورة إعادة توعية الناس بأهمية الالتزام بالقانون وطبيعة الأحكام القانونية التي تضبط هذا الموضوع. وزي ما حكيت لك، القانون عندنا كافي ولدينا نصوص راسخة في هذا الشأن، وبالإمكان ضبط الأمور بهذا. نعم سيدي، يعني هناك دراسات عديدة أشارت لأن البطالة والفقر وفقدان الوظائف أبرز هموم ومخاوف المواطنين الاقتصادية الآن. اليوم بعد إلغاء قانون الدفاع، ما هي الرسالة التي توجهها إلى الحكومة؟ يعني الحفاظ على الوظائف أولا القائمة، وهذا شيء مهم جدا. زي ما حكينا، مجرد وقف العمل بقانون الدفاع كان يجب على الحكومة أن تبدأ فورا بالتواصل مع القطاعات المعنية وتوعيتها يعني تنفيذ حملة إعلامية واضحة تحدد المسار بشكل صحيح فيما يتعلق بالتعامل مع قانون العمل، هذا أولا. ثانيا، احنا لدينا مشكلة تتعلق في ارتفاع معدلات البطالة وفقدان الوظائف، وبالتالي من المهم الآن أن يعني نسعى بشكل حثيث على تنفيذ برامج التحديث الاقتصادي التي التزمت بتوفير 100,000 فرصة عمل سنويا. وإحنا شفنا الآن إحنا وصلنا إلى منتصف عام 2023، كان يفترض أن هذا العام أيضا توفر الحكومة من خلال برامجها 100,000 فرصة عمل، ولكن حتى الآن للأسف ليس هناك من مؤشرات تفيد بذلك. المعدل القائم عادة سنويا 35 إلى 40,000 فرصة عمل يوفرها سوق العمل في وضعه الطبيعي، وهذا لا يكفي في الوقت اللي بيدخل سوق العمل سنويا يبحثون عن عمل
130 ألف شخص. نعم. كل سنة. سيد حمادة، هناك عجز. نعم. بحاجة لمعالجة. سيدي، يعني لضيق الوقت، قطاعات اقتصادية دخلت مرحلة التعافي من الجائحة، فيما بقيت قطاعات أخرى تحت وقع تحديات الجائحة وما تبعها من أزمات، كيف يمكن أن نوفر الحماية للعاملين في هذه القطاعات الآن؟ الآن ليس لدينا من ملاذ إلا القانون وتطبيق القانون بحذافيره وبدقة، يضاف إلى ذلك التوعية بأحكامه ونصوصه. القانون زي ما ذكرت أنا قانون يعني لدينا يضبط العملية ومنذ سنوات معمول به بهذه الطريقة. يمكن كمان هناك دور إضافة لذلك، دور النقابات العمالية من خلال فتح الباب للمفاوضات مع أصحاب العمل وقطاعات أصحاب العمل وممثليها لضبط الأمور في ما يتعلق بالعلاقات العمالية الجماعية، اللي إحنا لدينا أيضا قواعد راسخة في هذا الشأن. نقاباتنا العمالية تقود عادة المفاوضات مع أصحاب العمل للتخفيف من المشاكل اللي بيعاني منها العاملين، ولكن بالتحديد في هذه النقطة بالتحديد إنهاء الخدمات. نعم، ولكن سيدي هناك تخوف كبير، يعني شو المطلوب من العمال في هذه المرحلة، خاصة أنه يعني تم تسجيل شكاوى عمالية خلال جائحة كورونا وأيضا خلال قانون الدفاع، الآن ماذا سوف يحدث؟ أكيد، وأنا هون بهمني أذكر بأنه خلال سريان قانون الدفاع على سبيل المثال في عام 2020 أنهيت خدمات 191 ألف عامل رغم وجود قانون الدفاع. يعني هذا رقم كبير. نعم، في عام 2020 هذا الكلام كان. نعم. إحنا كان في أوج الجائحة، ورغم أن قانون الدفاع وأوامر الدفاع كانت تحظر إنهاء الخدمات، ولكن حصل إنهاء الخدمات على نطاق واسع، واستمر ذلك بنطاق أقل. طيب. في 2021 و2022. السؤال سيد حمد الآن، هل تتوقع بتضاعف هذا الرقم الآن؟ لا أعتقد أبدا. الآن معظم القطاعات يعني تعمل بوضعها الطبيعي، صحيح هناك بعض القطاعات ما زال الوضع حساس فيها من ناحية اقتصادية وغير قادر على الاستمرار، ولكن هذا الأمر لا يعني إنهاء خدمات عشوائي. وإحنا زي ما حكينا هناك أيضا بهمني أذكر بأنه لدينا في من خلال قانون العمل في وزارة العمل لجنة ثلاثية مشكلة من ممثلين عن النقابات العمالية وغرف الصناعة والحكومة للنظر في الأسباب الاقتصادية لإنهاء الخدمات. نعم، وهي صاحبة القرار في إنهاء خدمات أي مجموعة من العاملين، ولا يجوز لصاحب العمل. نعم. أن يتصرف وحده بهذا الشأن. نعم، مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمي كنت معنا عبر زوم، شكرا جزيلا لك.